بعد ما قررت ان اشحن 15,000 جواره واحرق اي حدث هينزل في اكونت ساكورا الغلابه، وبعد ما حرقت القبضه الجديده جه دور الاي دبليو ام. نزل سكن جامد جدا للاي دبليو ام، وبما ان اكونت ساكورا الغلابه ما فيهوش ولا سكن للاي دبليو ام فقررت ان احرقه حتى لو هيكلف اكتر من 10,000 جواره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت فيديو جديد من قناة دريتوس جيمنج. فيديو النهاردة الجالة هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهاردة هنكمل في سلسلة الحرق بتاعتنا اللي هي في اكاونت ساكورا الغلابة، وبنطوره من اكاونت كان مهجور او شبه مفهوش اي حاجة لاكاونت جامد جدا وهينافس في كل حاجة. مش عارف هينافس فيه، بس هو هينافس في كل حاجة. وجاء وقت دلوقتي ان احب فيكو، انتوا جيش الغلابة، انتوا قلبي، واقسم بالله بشوف كومنتاتكو وكل حاجة حلوة انتوا في حياتي والله، يعني اي حاجة بتحصل لي حلوة في حياتي بسببكم انتوا. المهم دلوقتي ان انتوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان نوصل الفيديو ده 5000 لايك ونظبطه الكلام كده. ولو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتنضم لاحلى جيش غلابه. وخلاص قربنا على 80,000. مش بصوا يا جدعان، الفيديو ده يطلع ترند، انا الفيديو ده صرفت فيه كتير قوي، حرفيا لازم يطلع ترند، صرفت فيه يعني يا جدعان شحت، انتوا حرفيا شحت، اكتبوا كده في الكومنتات وتوقعوا انا صرفت كام جوهره، حرفيا يا جدعان شحت بمعنى الكلمه. فانتوا كلكم دلوقتي توقعوا في الكومنتات حرقناه بكام جوهره، واللي هيطلع صح مش هعمل له اي حاجه بس توقعه بس، عشان انا اقسم بالله تعبت يعني اشحت شحت يا جدعان. ده بصوا يا جدعان انا هحط لكم تحت رقم للتبرعات، اللي يعرف يتبرع لي باي حاجه اتبرعوا لي. وفي حاجه كمان عايز اتكلم عنها بدون هزار بقى، الناس اللي بتقعد تقول لي انت متكبر عشان ما بتقبلناش في الاصدقاء. طب انا عايز افهمك حاجه كده، وعايز اقول لك حاجه يعني بهدوء كده، وانت حط نفسك مكاني وبالعقل كده قول لي، انت لو مكاني وعندك مثلا 75,000 مشترك على اليوتيوب وعندك 200,000 على التيك توك، هتضيف ربع مش ربعهم، هتضيف 1% منهم ازاي في اللعبه؟ اللعبه اصلا اخرها مش عارف 50 اكونت او حاجه زي كده تضيفهم. انا لو كان في ايدي ان اضيفكم كلكم كنت ضيفتكم، بس اكيد يعني انتوا اكيد يعني احلى ناس وكل حاجه، بس مش همسح ناس مثلا صحابي او كده، صحابي من زمان عشان اضيفك انت. انا عايز اضيفك وكل حاجه، بس اكيد يعني مش هتعقلها كده ان انا زيك انت بتفتح اللعبه عايز تلعب مع اصحابك، فانا برده بفتح اللعبه عايز العب مع اصحابي. وبعمل ايه يعني بعمل تيم كودات وكده، يعني انا برده مش هعملكم، لا انا بعمل تيم كودات على انستجرام وبدخلكم معايا وبنلعب مع بعض وببعت في العالميه وناس كتير قوي بتخش. الناس دي فين يا جدعان؟ اكتبوا في الكومنتات ان انا مش متكبر والله، والناس دي كمان بقبلها يعني بحاول اتصرف لها وامسح لها ناس واقبلها. فانت حط نفسك مكان كده وهتعرف ان انا مظلوم، يعني متكبر ليه؟ هتكبر عليا اصلا، كلنا هنا يعني زي بعض، يعني مش فاهم، كلنا هنا غلابه يا جدعان، جيش غلابه وانا سكوره غلابه وكلنا غلابه. فالمهم دلوقتي يعني حط لايك كده بالحب واكتب لي كومنت حلو كده عشان ارد عليك ونظبطوا الكلام، واسيبكم على الحرق الجامد جدا اللي شحتنا. يلا سيبكم معايا ويلا بينا يا جدعان عشان نحرق الاي دبليو ام الجامد جدا. بس انا بصراحه انا ما بثقش في حد غير ادم، فخلينا دلوقتي نجيبه شخصيه ادم الجامده جدا. بس انا ايه اللي خلاني افتح الخزنه يا عم؟ مش الخزنه، هات الشخصيه. هو ادم يا جدعان بصراحه اللي بيجيب من الاخر، واللي بيتفرج على فيديوهات الحرق بتاعتي عارف الكلام اللي بقوله لكم ده. بص وشه السمح، هو وشه السمح ده اللي بيجيب كل حاجه، حرفيا بيجيب كل حاجه. وغير كده انا كنت محتاج الحدث ده انه ينزل بصراحه عشان ما عنديش ولا سكن للاي دبليو ام. خلينا كده نشوفوا القناصه فين الاي دبليو ام او الاي دبليو ام. معايا البتاع العبيط ده مش عارف اصلا جالي منين، ومعايا واحد تاني بيقعد 9 ساعات، هيقعد 8 ساعات ويختفي. خلينا نعمل له تزويد ده وخلاص قبل ما نجيب التاني. دلوقتي احنا معانا 2200 جوهره، ولو احتاجنا جواهر تاني هنعملها، قصدي هنشحنها. فخلينا دلوقتي نفتح الحدث. افتح كده، فين فين متجاب منين يا جدعان؟ وهو ده الحدث يا جدعان، وبصراحه انا مش فاهمه قوي، يعني انا لسه دلوقتي اول مره اخش عليه. انا قلت ان في حدث اي دبليو ام، فتحت التصوير على طول ودخلت. فانا عايزكم دلوقتي برده زي كل فيديو تتوقعوا احنا هنحرقه بكام جوهره. احنا دلوقتي معانا 2200، مش عارف بقى ايه اللي هيحصل بصراحه، هنحتاجوا جواهر تاني على دول ولا لا. هو دلوقتي بيقول لك ان مش عارف الطلقه ب 30 وال 10 طلقات ب 270، مش عارف بقى بيزيد يعني كل ما اعمل 10 طلقات الجواهر بتزيد ولا لا. وغير كده ايه اللي احنا ممكن نكسبه متهيألي من دي؟ بيقول لك ان الاي دبليو ام ب 350 والشخصيه دي ب 250 وفي رقصه ب 200 وحاجات ثانيه ملهاش اي 30 لازمه. فاحنا دلوقتي احنا عايزين مثلا ممكن يعني مثلا لو الجواهر كفت نجيبوا الرقصه والاي دبليو ام. طبعا دلوقتي احنا بيقول لك ب 350 10 طلقات. بصراحه يا جدعان اللي فهمته ان مثلا بيضرب 10 طلقات عشوائيه ومثلا بيجي لك 5 كوين، بيجي لك 3، بيجي لك 2، بيجي لك 10، اجمد حاجه بيجي لك 20، 15 كده. فانت بتقعد تجمع بقى لحد ما تجمع 350 وتشتري الاي دبليو ام. فخلينا دلوقتي نسمي الله ونشوف ال 10 طلقات بتقول ايه
على وش ادم السمح وعلى وشوشكم الجميله. خلينا دلوقتي نجرب وتاكيد ونشوفوا ايه اللي هيحصل. هي بتلف كده مش عارف صراحه ايه اللي بيحصل. جت اتنين ايه عايزين حاجات ب20 وحاجات جامده جدا. اتنين كمان لا انتوا كده استعباط. احنا عايزين يا جدعان 350. فوقوا يا جدعان فوقوا. عايزين 350 ايه كمان يا عم تخطي. بنتخطى ازاي يا جدعان؟ انا مش عارف بنتخطى ازاي بصراحه. اتنين كمان كله اتنينات يا جدعان. طب ايه نغير ادم ولا ايه؟ مش هينفع كده بصراحه. كده مش هينفع. استنى تخطي متهيألي دي. استنى تخفيض حلو قوي. التخفيض ده بقى بيتعامل بايه يا جدعان؟ انا مش عارف والله ما اعرف. تهنينا ان الحاجات دي جات لي. ايه الحاجات دي يا جدعان؟ مش فاهم حاجه حرفيا. تاكيد. والتخفيض ده بيتعامل بايه؟ المطعم المتبقية اقل. طب حلو قوي الكلام ده. احنا كده يا جدعان بدل ما هنلف ب 270 هنلف ب 135 ودي حاجه كويسه جدا. وده معمول لحد امتى؟ اقل من 10 مرات ولا يمكن استخدامها ل 10 طلقات. مش عارف بصراحه يا جدعان والله انا مش فاهم حاجه بصراحه. خلينا كده بس نجرب تاني ونشوفوا ايه اللي هيحصل. واحنا ممكن اصلا يجي لنا الاي دبليو ام على طول من غير ما نشتريه. فده انا مش عارفها برضو عشان انا والله يا جدعان مش فاهم حاجه حرفيا مش فاهم حاجه. اتنين ماشي عشان عايزين عشرينات بقى. عايزين عشرينات. تلاتة ايه يا عم يا عم يا عم يا عم بالله عليك عايزين عشرينات يا عم. ورينا كده ممكن يكون جالنا ولا حاجه. ماشي تاكيد رجعت كده يا جدعان تاني ب 270. واحنا شكلنا هنحتاج نشحن تاني يا جدعان عشان الموضوع غالي فشخ يعني. 270 كمان ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. يلا يا عم. اتنين ماشي. جالنا ايه المشكله ان هو ما بيقوليش يا جدعان. تهانينا بيقول لي تهانينا في كله. ماشي يلا على الله هي جايه ان شاء الله جايه. بس انا شكلي اصلا هشيل ادم ده عشان وشه استغفر الله العظيم. مفيش حاجه عايزه تيجي. كلها اتنينات وخمسات. وريني مفيش حاجه عايزه تيجي يا جدعان. مفيش حاجه عايزه تيجي. طب خلينا نجرب مثلا اقول لك خلينا ماشي تاني 10 طلقات ونشوفوا ايه اللي هيحصل. يلا بينا. جالنا ايه؟ اتنين ماشي. هنشوف هيجي لنا ايه يا جدعان. والله انا مش فاهم حاجه. دلوقتي احنا معانا 110 ومفروض كده فاضل لنا 200 وشويه. تمام الموضوع يعني بسيط. بس احنا شكلنا هنحتاج نشحن تاني. احصل على جوائز اضافيه. ماشي ما علينا. خلينا دلوقتي 270 ونشوفوا ايه اللي هيحصل وان شاء الله يجي لنا الاي دبليو ام. ودي لوشوشكو السمحه والجميله. يا عم بقى طلع لنا الاي دبليو ام يا عم وانجزنا يا عم. مش عايز يجي يا جدعان. مش عايز يجي حرفيا. طب خلينا كده واحده من غير تخطي نشوفوا ايه اللي هيحصل. وصلوا على النبي كده يعني. صلوا على النبي كده وروقوا عشان ساكورا بيشحت. خلاص انا هشحت. معانا 150 دلوقتي واتنين ماشي. وايه كمان يلا تعالى بقى بالله عليك. بالله عليك عايزك تيجي كده واحده في النص كده الاي دبليو ام كده وتفرحنا بقى وتفرحنا ونجيبوا الرقصه كمان والدنيا تبقى جامده. مفيش حاجه عايزه تيجي يا جدعان. مفيش حاجه عايزه تيجي حرفيا. ومعانا دلوقتي 500 جواره والجوار بدات تروح في داهيه وتخلص وشكلها مش هنعرف نشحن تاني اصلا. ماشي ان شاء الله خير. تاكيد يا عم. خلينا نلفه كمان 10 لفات وورينا ايه اللي هيحصل. معانا 162 كوين ومفيش حاجه جات لنا لحد دلوقتي يا جدعان. ماشي ايه اللي جالنا؟ الام برده مش عايز يجي. معانا 229. خليني اروح اشحن وارجع لكم تاني. وبعد ما شحننا يا جدعان وجالنا التوب اب الجامد قوي. خلينا بس نعمله تزويد كده. ماشي وريهم لنا كده. لا جامد يا جدعان جامد التوب اب جامد. خلينا بس ايه نغيروا الشخصيه عشان انا حرفيا يعني اتشائمت من ام ادم ده يا جدعان. مفيش حاجه عايزه تجي لي. خلينا في قلق يا عم. ده مفيش حاجه عايزه تيجي يا جدعان. والله ما عايز يجي يعني. انا خايف ال 2400 جواره دول كمان ما يكفوش. الموضوع هيبقى صعب قوي عليا بصراحه. صعب ان انا اشحن كل ده وبعد كده ما يجيش اصلا. خلينا نفتحه ونشوفه ايه اللي هيحصل وان شاء الله يجي ونظبطه الكلام ونفرحه كلنا وكلنا يتغسل قلبنا كده. متجر الاسترداد فاضل لنا شويه على الرقصه. يا لو يجي الام كده من اللفات ويبقى معانا 200 اسمه ايه ده كوين ونشتري الرقصه كمان هتبقى حاجه جامده قوي. خلينا نجرب ال 270 وان شاء الله هي بقى جايه. هي جايه على وش قالك. يلا يا عم بقى تخطي. طب حتى جيب 20 انت في ايه؟ كله اتنين تلاتة. مفيش حاجه ثانيه يا جدعان يعني. حاجه استغفر الله العظيم يا رب بجد والله حاجه قرف. خلينا تاكيد. احنا دلوقتي معانا 206. متهيألي هتكفي ان احنا نشتري اصلا الام بالكوين متهيألي. فخلينا دلوقتي نجرب 270 كمان لاجل كل واحد. صلى على النبي دلوقتي. يلا صلوا على النبي يا جدعان عشان نظبطوا الكلام ونظبطوا كل حاجه وان شاء الله يجي ونفرحه كلنا ويتغسل قلبنا كلنا. يلا يا عم جاي ايه
ما جاش برضو. طب ايه يا جدعان؟ طب ايه؟ طب ايه هنشحته النهارده؟ انا شحت النهارده كده حرفيا، انا شحت. هو لسه 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 لسه. يلا يلا بسم الله بسم الله، يا رب يجي بقى، يا رب يجي بقى. دي الاجر كل واحد عمل لك دلوقتي. يلا اعملوا لك كود بقى يا جدعان بقى عشان نظبطوا الكلام. يلا يا عم يا عم يا عم، كلها صناديق ملهاش اي 30 لازمه. الله يخرب بيتك، ليه كده يا جدع؟ ليه كده يا جدع؟ ده انا غلبان والله. انتوا فاكريني بشحن ولا ايه؟ هاتوا بقى. ايوه جالنا خصم حلو قوي، جالنا خصم حلو فشخ والله يا جدعان، جامد قوي كده. تخفيض 40% حلو قوي، هيبقى 162 بدل 270، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا ان احنا نلف لفات زياده. خلينا كده نعمله تاكيد ونشوفه ايه اللي هيجي لنا، وان شاء الله يجي لنا الاوم بقى ان شاء الله. جالنا 20 على فكره، حلو قوي. جالنا 20، جالنا 20 بقى، معانا 308 كده، حلو قوي كده، حلو قوي. معانا 308 وفاضل لنا بالظبط 40 على الاوم او الاي دبليو ام ونجيبه. ففلوسنا ان شاء الله تبقى حلال ان شاء الله، يعني 162 كمان وان شاء الله نخلصوا الدنيا دي، ويجي يا رب 20 كمان، يا رب 20 كمان ونخلصوا. يا عم بالله عليك 20 يا عم، يا عم بالله عليك 20. معانا 330 وكده، اقدر اقول لك ان احنا مبروك علينا وجبنا الاي دبليو ام، بس صرفنا عليه كتير جدا يعني، الحمد لله بس صرفنا عليه كتير جدا. خلينا نقوله اخر لفه، ودي لاجل عيون جيش الغلابه كلهم، هي اصل هي جايه كده كده، فايه فانا بفخمها شويه. ماشي ما علينا. دلوقتي احنا بقى معانا 354 والحمد لله على مرزق، وهنجيبه والدنيا حلوه قوي. عن الفيديو ده انا شحت فيه يعني الحمد لله، بس على الاقل احنا جبناه في الاخر. فخلينا كده ايه ندوس استرداد، ويا رب طلع لي تهنينا استلام، بس مفيش تهنينا، مفيش غسيل قلب، مفيش اي كلام من ده. ده انا دافع فوق ال 3000 جو، دافع كام يا جدعان؟ دافع كتير قوي. ماشي ماشي، ورينا كده، ورينا ورينا الاسلحه، ورينا 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 اغسل قلبنا بقى من جوه بقى، ورينا القناصه فين فين. ايوه كده ايوه كده، على الجمال. هو ده الجمال يا جدعان، والله العظيم هو ده الجمال، هو ده الجمال والحلاوه. والله شكله حلو يا جدعان، شكله حلو قوي. ورينا كده بره، لا شكله جامد، شكله جامد قوي. ورينا ورينا ورينا، لا لا يا جدعان عظمه عظمه، يستاهل بصراحه، يستاهل كل الصرف ده. بس يا جدعان انا شحت، انا كده شكلي مش هشحن شهرين قدام. ماشي ما علينا ما علينا. هو اصلا الاي دبليو ام ده اللي هو الجديد ده بيزود الضرر مرتين وسرعه اعاده التحميل مره، فهو اصلا جامد على فكره يا جدعان، هو حلو فشخ يعني. ماشي في هنا ايه، في هنا ايه، بس يعني حلو قوي، شكله عظمه بصراحه، شكله جامد قوي والحمد لله على قد كده. وقول لنا برده في الكومنتات انت توقعت صح هنجيبه من كام جواره ولا لا. وهو ده كان فيديو النهارده يعني يا جدعان، قدروه بلايك يعني. انا حرفيا اتبهدلت في الفيديو ده، شحنت شحن غريب، بس الحمد لله وجبنا البطه اللي ورا دي والدنيا حلوه والحمد لله على مرزق. وهو ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلام. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my